متابعي جريدة أصوات، مرحبا بكم. إذا موضوع هذا اليوم يخص قطاع الحفلات، فبعد ترخيص من السلطات المحلية بمدينة الرباط وإشعارهم من طرف غرفة التجارة والصناعة بموضوع تنظيم لقاء تواصلي يخصهم، أي يخص منظمي الحفلات بهدف استئناف عملهم ودعمهم. هذا اللقاء الذي كان يحترم البروتوكول الصحي والذي شهد حضور شخصيات وازنة وشخصيات بارزة مثل رئاسة الحكومة وكذا وسائل إعلام وطنية، هذا اللقاء تم إلغاؤه في الدقائق الأخيرة من طرف السلطات دون سابق إنذار حتى ودون إشعار. ويبقى السؤال الذي حير الأذهان، هل هناك أيادي خفية تعرقل عمل هذا القطاع وتحاربه؟ معنا اليوم الأستاذ علي الزهري، رئيس الفيدرالية المهنية للحفلات والمناسبات ونائب الرئيس والناطق الرسمي للاتحاد المغربي لأرباب القاعات ومسيريها. السلام عليكم، تحية كبيرة لجميع متتبعي جريدة أصوات. كنشكركم على هذا الاستقبال، وكنقدم لكم نفسي علي الزهري، رئيس الفيدرالية المهنية للحفلات والمناسبات ونائب الرئيس والناطق الرسمي باسم الاتحاد المغربي لمسيري لأرباب القاعات ومسيريها. اليوم كان عندنا لقاء في مدينة الرباط في غرفة التجارة والصناعة والخدمات في إطار تواصلي مع جميع مجموعة كبيرة من الهيئات الوطنية والجهوية فيما يتعلق بالحفلات والمناسبات والتظاهرات. نتفاجأ بالمنع بدون إشعار بدون إخبار، رغم أننا احترمنا جميع يعني التدابير ديال 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 يعني ديال التبليغ وديال أننا يعني في إطار الشرعية ديال المسموح بها، أننا كتنظيمات يعني عندها وثائقها عندها مسائلها. فكان لقاء غادي يكون لقاء تحاوري حول الوضعية الكارثية اللي تعيشها القطاع في ظل جائحة كورونا والأوضاع المزرية اللي تعيشها الشغيلة المهنية في الجانب الاجتماعي والاقتصادي اللي ترتبت عليه انعكاسات كثيرة ومشاكل نفسية وخيمة على الأسر اللي كتشتغل في هذا القطاع. فاللي بغينا نوصله الرسالة ديالنا هو أن هذا القطاع هو كان كيغلب عليه العرف وكان يتوارث عن طريق يعني نهضروا على المساله ديال الموسيقى، نهضروا على المساله ديال عيساوى، نهضروا على النقافات، جميع القطاعات فهي يعني كيغلب عليها العرف. اليوم الناس كلها مستعده للتقنين، مستعده انها تدخل في المنظومه يعني اللي توفر لهاد الناس يعني واحد الضوابط، واحد الامور اللي هي تحقق الكرامه ديال العيش. انما كنتفاجئوا بالاذان الصماء ديال الحكومه، لان هاد الجمعيات وهاد الهيئات راسلات وعاودات وراسلات، راسلات لجنه اليقظه، رسلت وزارة التجارة والصناعة والخدمات، رسلت وزارة الصناعة التقليدية، وزارة الثقافة، لأن قطاعات تختلف في انتماءاتها إلى الوزارات، ولكن ما كاينش واحد، ما كاينش تجاوب، ما كاينش تفاعل، ما كاينش دعم. يعني اللهم هذه المبادرة ديال لا سي ان اس اس اللي في القطاع ديالنا لا تشكل أكثر من 5%، لأن القطاع يغلب عليه طابع الموسمي ويغلب عليه طابع أنه يومي، وهذا يعني خصوصية كنطلبوا من الدولة ومن الحكومة أنها تراعي هذه الخصوصية وتدخل في حوار مع هذه المؤسسات وهذه الجمعيات من أجل إيجاد حلول كيف دارت في بحرفيين ديال التجارة، دار مع الحرفيين ديال المهن ديال الحفلات والمناسبات، لأنهم مستعدين يتقننوا، مستعدين يؤدي واجباتهم نحو الدولة، ولكن في نفس الوقت يعني الدولة والحكومات تؤدي حتى هي الدور ديالها ك ك ك كسلطات مسؤولة على أنها تساعد في التقنين وتساعد في التكوين وفي التأطير من أجل يعني إعطاء واحد الطفرة لهذا القطاع. وهذا القطاع إلى تعطاته الأهمية ديالو راه غادي يكون واحد القاطرة ديال التشغيل ديال فئات عديدة ومتعددة، لأنه يساهم كما بغى يكون الحال، يساهم في امتصاص البطالة، يساهم في عيش الأسر يعني بكرامة، وكيؤدي واجبات كثيرة وعليهم التزامات كثيرة. إنما كل ما كان الدور تشاركي مع الدولة والدور ديالها في هذا القطاع، كلما تأتل هذه الجمعيات وهذه الإطارات الفيدراليات اللي كانت اليوم ستلتئم من أجل بيان يعني توضيحي قوي اللهجة صراحة، لأنه المراسلات دارت وجميع الأمور دارت والطلبات دارت من أجل دعم القطاع، من أجل دعم الشغيلة المهنية، من أجل يعني التفاتة، لأن هاد الناس راه كيعيشوا المأساة، تعيشوا التشرد، تعيشوا الطلاق،
تعيشوا ظروف نفسية قاهرة، يعني راه 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 الوضعية كارثية بجميع المقاييس. اليوم يعني إذا كانت الدولة تتحمل مسؤوليتها في هذا القطاع، فخاصنا نكونوا نضرب نظرة تفاؤلية مستقبلية لهذا القطاع والشغيلة هذا القطاع اللي كتبلغ واحد 3 مليون حتى 4 مليون، وكتشغل قطاعات موازية كتنتمي للقطاع ديال الحفلات والمناسبات، وكترتبط ارتباط مباشر وأساسي كالصناعة التقليدية كاللحوم والناس ديال الخضار والفواكه ومجموعة من القطاعات ملتزمة بهذا القطاع. اللي كان استغربوا له هو أن القطاعات كلها رجعت بمقاييس بمعايير بضوابط مثل السياحة مثل المقاهي المطاعم إلا قطاع الحفلات والمناسبات. يعني هذه المسألة توقيف تام لمدة ما يقارب سنة مع التراكمات الكرائية والتراكمات المعيشية والتراكمات والتزامات البنكية وكما كنقولوا، رأى الإنسان ما يمكنلوش يعيش بهذه الطريقة وما يمكنلوش يستمر بهذه الطريقة، لأن هذه كتسمى يعني حقرة، كتسمى تهميش، كتسمى إقصاء لمواطنين مغاربة يتمتعون بكل حقوقهم الدستورية والقانونية وهم مهنيين يساهمون في الاقتصاد بدرجات مختلفة. فالمرجو من الحكومة ومن المسؤولين، وكذلك نستعطف صاحب الجلالة نصره الله وإيده حامي هذا البلد أب جميع المغاربة، أن يتدخل وينقذ ما يمكن إنقاذه في هذا القطاع، وإلا فيعني صراحة لم نعد نستطيع تحمل هذه الوضعية لا كفيدراليات مهنية ولا كمهنيين ولا كشغيلة مهنية. والسلام عليكم ورحمة الله وتحياتي لكم جميعا. السلام عليكم. محسن بسيبسي رئيس الهيئة العليا لمهنة التور بالمغرب. اليوم كان منتظر يكون واحد اللقاء اللي كيضم واحد تنظيمات كبيره في المغرب اللي خاصه بالقطاع ديال الحفلات والمناسبات. تقريبا خدينا الاحتياطات ديالنا كامله وخدينا جميع التراخيص لا ديال الغرفه ولا الغرفه علمات الولايه والسلطات. كنتفاجئوا اليوم بالمنع ديال، يعني قبل واحد المده ديال 10 دقائق تمنعنا من إجراء هذا اللقاء اللي كان منتظر يحضر له مستشار رئيس الحكومة، وكذلك وزارة التجارة مديرية التجارة كانت غتحضر له، وكذلك العديد من الوسائل الرسمية منهم القنوات الرسمية والجرائد الإلكترونية، العديد منهم اللي كان غادي يحضر يغطي هذا الحدث اللي كان هو عبارة على واحد تنظيمات كتقدم واحد أفكار وبعض الملتمسات واقتراحات للحكومة باش نقدروا نستنفوا العمل ديالنا، وكذلك دعم واحد الفئات هشة اللي كتعاني ودعم المقاولات اللي ولات كتعيش واحد ظروف يعني مزرية. كاينين مثلا حنا كقطاع التصوير كاين العديد من المختبرات والاستديوهات اللي قفلوا المحلات ديالهم وباعوا الماتريال ديالهم، لان المده ديال 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 التوقف على العمل كانت مده طويله. فلهذا كنناشدوا الحكومه وكنناشدوا جميع السلطات انها تشوف من حال هاد الفئه، وهذا هو الهدف من هذا اللقاء اللي كنا غنديروا اليوم صباحا بالغرفة ديال الصناعة التقليدية الصناعة والتجارة والخدمات، ولكن للأسف منعنا بدون سبب. نداؤنا للجميع جميع المهنيين أنهم يناضلوا ويتنحقوا المكتسبات ديالنا كمهنيين، لك مصورين ولك ليتريتور ممولين حفلات ولا اصحاب القاعات ولكذلك جميع الشرائح اللي كتشتغل في هذا القطاع واللي كتعاني واحد، يعني كتعاني من الامرين، كتعاني من 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 توقف الاعمال ومن وكذلك من هاد الكريديات والمصاريف اللي عندها وليداتهم تيقراو، يعني والمحلات ديالهم بقاو بدون اداء واجبات الكراء. كما كيعرف الجميع رغم ان المنع اللي تصدر في حقنا، فالاخوان ديال الرؤساء ديال الفيدراليات والهيئات والرابطات وكذلك الجمعيات التحقنا بواحد المنزل ديال واحد الاخ ديالنا واجتمعنا رغم ذاك المنع اللي لحقنا حتى لواحد المقهى في حي السلام تبعونا ومنعونا. فمشينا لواحد المنزل ديال واحد الاخ ديالنا واجتمعنا وصدرنا واحد البيان اللي غادي يتوصلوا به جميع وسائل الاعلام،
وكذلك وجهنا برقية ديال الولاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكنتمنى هاد البلاغ وهاد البيان يوصل للمسؤولين ويطلعوا ليه ويحاولوا ما امكن على الاقل يحقوا المهنيين ما كيتمناو. شكرا لجريدة الأصوات. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.